بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا الطلاب، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء ومادة علم النفس وعلم الاجتماع. هنكمل النهاردة علم اجتماع، واللي كنا بدأناه في الحلقة السابقة اللي هو التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية. النهاردة عندنا إن شاء الله حاجة اسمها العمليات الاجتماعية. طيب بصوا بقى أبنائنا الطلاب، يعني إيه؟ يعني إحنا يمكن أشرت لكم في الحلقة اللي فاتت إن إحنا بنركز على الفهم أكثر من الحفظ. عندنا ان شاء الله النهارده عمليات. ايه عمليات اجتماعيه؟ احنا قلنا في تفاعل اجتماعي بيحصل بين الافراد. سريعا كده مراجعه اللي قلناه المره اللي فاتت. ابن خلدون قال لابد من قيام حياه الجماعه، والاجتماع الانساني ضروري، الانسان ما يقدرش يعتمد على نفسه في اشباع حاجاته. طيب ادى لوجود تفاعل. ايه هو التفاعل يا شباب؟ التفاعل عباره عن ايه؟ فعل اجتماعي بيصدر عن شخص معين، اللي بيحصل بيعقبه حاجه اسمها رد فعل من شخص اخر. طب ماشي، في تفاعل اجتماعي بين الافراد، استمرت الحياه، دامت، بقى في حاجه اسمها علاقات اجتماعيه. يبقى خلي بالك معايا بقى، نركز واحده واحده. العلاقات بتنتج عن التفاعلات. نقولها بطريقه تانية، نعكسها. التفاعلات تؤدي الى وجود علاقات اجتماعيه. تمام كده، زي الفل. يبقى يبدا الاول تفاعل اجتماعي، بعد كده يؤدي الى وجود حاجه اسمها ايه؟ علاقات اجتماعيه. طيب لو العلاقات الاجتماعيه دي حصل لها استقرار، يعني استقرار يعني خلاص بقى العلاقات دامت بين الناس فتره، هتؤدي الى حاجه اسمها عمليات اجتماعيه، اللي هو موضوع الدرس بتاعنا النهارده، اللي هو يعتبر الفصل الثالث في الوحده الاولى في علم الاجتماع. يبقى احنا عندنا يا شباب، عشان اللي يتابعنا بس يبقى ماشي معانا واحده واحده، عندنا النهارده الفصل الثالث في الوحده الاولى في علم الاجتماع، اللي هو عنوانه ايه؟ عنوانه العمليات الاجتماعيه. طب يا مستر، هو الفصل الاول كان عنوانه ايه؟ الفصل الاول كان بيتكلم عن النظريه الاجتماعيه، والفصل الثاني كان بيتكلم عن ايه؟ تفاعل وعلاقات. طب الفصل الثالث معانا العمليات الاجتماعيه، اللي هي نتجت عن ايه؟ نتجت عن تفاعل، والتفاعل ادى الى وجود علاقات، والعلاقات ادت الى وجود حاجه اسمها عمليات اجتماعيه. يبقى كده هو عباره عن ايه يا شباب؟ تسلسل. تسلسل وقائع اجتماعيه. ايه تسلسل؟ يعني حاجه بتؤدي الى ظهور شيء اخر. يبقى التفاعل ادى الى ظهور حاجه اسمها ايه؟ علاقات. طب حصل استقرار، ادى الى ظهور عمليات اجتماعيه. يبقى هو كده زي ما قلنا كده بالظبط، تسلسل. طب افرضنا ان مفيش تفاعل اجتماعي بين الافراد، في حاجه اسمها ايه؟ عزله اجتماعيه، يعني كل واحد بعيد عن الاخر. طب في عزله اجتماعيه، هيبقى في حاجه اسمها عمليات؟ استحاله يكون في عمليات اجتماعيه طالما في حاجه اسمها عزله اجتماعيه. ليه بقى؟ لان العمليات الاجتماعيه دي ما تنتجش الا من خلال لما يكون في ايه؟ في علاقات بين الافراد. طيب يا مستر، عمليات عمليات يعني ايه عمليات؟ ادينا مثال كده يوضح لنا ايه هي العمليه الاجتماعيه. العمليه الاجتماعيه يا شباب زي مثلا ايه؟ اسلوب تبادل السلع بين الافراد، دوت يعد حاجه اسمها عمليه اجتماعيه. اسلوب تبادل السلع بين الافراد يعد عمليه اجتماعيه. ايه تاني؟ الانتقال من القريه للمدينه، ده يعتبر عمليه اجتماعيه. مثال تالت، الانتقال من العمل في الزراعه للعمل في الصناعه، ده اسمه عمليه اجتماعيه. دي امثله عن العمليات الاجتماعيه. طب نقولها بقى تاني، هتظهر معانا على الشاشة، نركز بقى اللي أنا قلته، هنعيده تاني بس هنعيده بقى إيه؟ بيبقى قدام عينيك شايفه. بيقول لك إيه؟ يتضح مما سبق اللي هو فات، يعني إن التفاعلات الاجتماعية، أول درس خدناه، ركز معايا واحدة واحدة كده، أدى إلى وجود حاجة اسمها إيه؟ علاقات اجتماعية، تمام؟ طيب يبقى في تفاعل أدى إلى وجود علاقات. طب العلاقات الاجتماعية زي ما قلنا من شوية حصل لها نوع من الاستمرار أو الاستقرار. استقرت العلاقات، العمليات العلاقات الاجتماعيه هتؤدي الى حاجه واسمها عمليات اجتماعيه بين الافراد. لو ما فيش علاقات يا شباب قلنا يبقى في ايه؟ حاجه اسمها عزله اجتماعيه، يبقى مش هيبقى عندي في اي حاجه اسمها عمليه اجتماعيه خالص. ده المثال دوت هيوضح لنا الثلاث مصطلحات دول بيبانوا ازاي. بصوا معايا، يعني بيقول لك مثلا كده، انا عندي مجموعه افراد شغالين في مصنع، أثناء العمل بتاعهم حصل تفاعل اجتماعي، تمام، ترتب بعد كده على التفاعل علاقات. ابتدوا مثلا واحد عنده مناسبة يبتدوا يزوروه، ماشي، يبقى في علاقات. استقرت العلاقات الاجتماعية يعني قعدت فترة من الزمن،
ابتدى بقى ينتج حاجة اسمها عمليات. طيب زي ايه بقى العمليات؟ بص معايا بقى، العمليات الاجتماعية بقى بينهم تعاون، اشتغلوا مع بعض عشان يحققوا الهدف، عشان يزودوا الانتاج، يبقى ده اسمه تعاون اجتماعي. يبقى التعاون الاجتماعي ده عملية اجتماعية، ماشي. ابتدوا يفهموا بعض، ابتدوا يبقوا بينهم قريبين من بعض، يبقى حصل حاجة اسمها تكيف اجتماعي، يبقى ده عملية اجتماعية تانية. يبقى حصل تعاون، دي اسمها عملية اجتماعية، حصل تكيف، دي اسمها عملية اجتماعية. ابتدوا يتنافسوا، انا عايز ازود انتاجي وزميلي التاني عايز يزود انتاجه في المصنع، يبقى ده بس اسمه ايه؟ تنافس، ماشي. دي برضو عملية اجتماعية، يبقى تعاون، تكيف، تنافس. طب فرضنا بقى ان انا حصل شوية مشاكل بيني وبين واحد كده، وتحول التنافس دوت لصراع، انا عايز احقق هدف ومش عايزه هو يوصل للهدف دوت، يبقى ده صراع اجتماعي. يبقى خلي بالك دي برضو اسمها عملية اجتماعية. يبقى عندي 4 عمليات اجتماعية هندرسهم ان شاء الله معانا في موضوع الدرس اللي هو اسمه العمليات الاجتماعية. ايه هما بقى الـ4 عمليات؟ خلي بالك معايا، التعاون الاجتماعي دي عملية، التكيف الاجتماعي دي تاني عملية، بعد كده في حاجة اسمها تنافس اجتماعي، دي عملية اجتماعية، وفي حاجة اسمها صراع اجتماعي، دي برضو العملية الاجتماعية الرابعة. يبقى دول الـ4 عمليات اجتماعي. طيب من خلال المقدمة اللي أنا قلتها دي يا شباب، يعني إيه عمليات اجتماعية؟ تعريف العملية الاجتماعية. بصوا معايا يا شباب كده زي ما هتظهر معانا دلوقتي، العملية الاجتماعية معناها إيه؟ اللي هي النموذج الذي يتسلسل وفقه عدة وقائع وحوادث اجتماعية ناتجة بعضها عن بعض. تاني، نموذج يتسلسل وفقه. يعني ايه يتسلسل وفقه؟ يعني واحدة بتؤدي لواحدة، حاجة بتؤدي لحاجة، عدة وقائع وحوادث اجتماعية ناتجة بعضها عن بعض. شفت العمليات اللي انا قلتها لك من شوية دي؟ تعاون، تكيف، تنافس، صراع. ممكن التعاون يترتب عليه نوع من التنافس، يبقى التنافس نتج عن التعاون، يبقى ده تسلسل لوقائع او حوادث اجتماعية. طب احنا بينا تنافس، التنافس ده تحول الى صراع، يبقى الصراع نتج بعد التنافس او نتج عن التعاون، برضه تمشي مفيش اي مشكلة. يبقى هنا في ايه؟ عملية بتؤدي الى عملية، عملية بتؤدي الى عملية. عشان كده اما جوهم العلماء بتوع الاجتماع يعرفوا اللي هو العمليات الاجتماعية، قال لك ايه؟ نموذج يتسلسل وفقه عدة وقائع وحوادث اجتماعية، واحدة بتؤدي الى واحدة، حاجة بتؤدي الى حاجة، اللي هو ايه بقى؟ ينتج بعضها عن بعض. ده يا شباب مقدمة أو شرح اللي هو يعني إيه عمليات اجتماعية. طيب نخش بقى على أول عملية اجتماعية معانا النهاردة، وهي إيه؟ التعاون الاجتماعي. دي تعتبر أول عملية اجتماعية. ببساطة كده يا شباب، أنت كده قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع، إحنا قلنا إيه؟ عايزين نفهم الموضوع. لما أنت تكون كده أنت والأسرة بتاعتك كل واحد بيأدي دوره وبنكمل بعض، واللي محتاج حاجة التاني بيساعده، ايه اللي هيحصل؟ يبقى اقول عليكم ايه؟ اسرة متعاونة. يعني ايه؟ يعني بينكم تعاون، يعني كل واحد بيأدي دوره وبيساعد الاخر، وكل واحد بيبقى مثلا محتاج حاجة ممكن اخوه يساعده. انت بتذاكر درس مش فاهم فيه جزئية، يبقى او اخوك الصغير بيذاكر درس مش عارف الحتة دي في الابتدائي، انت طبعا بما انك في المرحلة الثانوية تبتدي تشرحها له، ده بيسمى ايه؟ انت بتتعاون معاه عشان يفهم الحاجة. والدتك لما بتعمل لك حاجة كده في البيت، ده تعاون. الأب لما بيشتغل ويصرف على البيت، ده نوع من أنواع التعاون. يبقى أنا بقول أسرة متعاونة. يبقى التعاون الاجتماعي يا شباب أول عملية اجتماعية، هو أساس الحياة، مفيش حياة بلا تعاون. شفت لما ابن خلدون في الأول قال لابد من وجود حياة الجماعة، يعني تفاعل اجتماعي، دي برضه لازم يبقى في تعاون بين أفراد المجتمع، مفيش مجتمع ينفع يمشي من غير تعاون. يبقى تعالوا بقى نشوف أول عملية اجتماعية معانا النهاردة كده، وهي التعاون الاجتماعي. بيقول إيه؟ التعاون أساس المجتمع في الدين الإسلامي، المجتمع بيقوم أساسا يا شباب على التعاون. طيب عندنا أدلة من القرآن الكريم، أدلة من السنة النبوية بتقول إن لازم يكون في تعاون بين الأفراد. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الكريمة اللي بتقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى القرآن الكريم بيحثنا على التعاون، بس تعاون إيجابي، نتعاون على حاجة كويسة، ما نتعاونش على حاجة مش كويسة. يبقى هنا في آيات في القرآن الكريم بتحث المسلمين على التعاون، تعاون في مجالات الخير، تعاون في العمل،
تعاون إيجابي، مش تعاون في الشر، مش تعاون سلبي. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندي أحاديث نبوية شريفة بتأكد على إن لازم يكون في تعاون بين الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني معنى كده إيه؟ إن المجتمع الإسلامي يا شباب هو جسد واحد، لو حصل أي مشكلة في أي جزء من الجسد ده لازم المجتمع كله يتأثر بيها، لازم المجتمع كله يكون ليه دور في علاجها. ليه؟ لأن إحنا كلنا كده كمسلمين جسد واحد، لازم نتعاون. أي واحد يصيبه مشكلة، أي مكان في العالم الإسلامي يصيبه مشكلة، لازم كل المسلمين يتكاتفوا معاه من أجل حلها، أو كلهم هيتأثروا بيها. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى أنا كده عندي آيات قرآنية بتأكد وبتحث المسلمين على التعاون، وعندي أحاديث نبوية شريفة بتقول إن التعاون دوت مهم جدا، ولابد من إن يكون في تعاون بين الأفراد. يبقى التعاون هنا يا شباب إيه؟ أساس المجتمع في الدين الإسلامي. المجتمع بيقوم أساسا على التعاون، ما ينفعش مجتمع بلا تعاون. تعال خد مثال صغير كده، الأسرة دي نموذج مصغر للمجتمع. المجتمع مجموعة أفراد، الأسرة برضو مجموعة أفراد، بس المجتمع مجموعة أفراد كبيرة، الأسرة مجموعة أفراد صغيرة. فهناخد مثال على الأسرة كنموذج للمجتمع المصغر. لو كل واحد داخل الأسرة بيعمل لمصلحته فقط، ما بيقومش بدوره اللي المفروض تجاه الآخرين، هيبقى في تعاون؟ أكيد مفيش تعاون، كل واحد هدفه ومصلحته. شكل الأسرة ديت هيبقى إيه؟ قال لي مش هتستمر، مش هتستقر، هيبقى فيها مشاكل، هتتفكك، كل واحد هيروح لحاله، فشلت خلاص. بالنسبة للمجتمع نفس الحكاية كده يا شباب، مفيش تعاون بين أفراد المجتمع، المجتمع مش هيقدر يحقق أهدافه، مجتمع هيضعف، مجتمع هينهار. وهنشوف ده بالتفصيل بعد كده في أهمية التعاون، بس أنا الأول بوضح لك إن التعاون ده أساس الحياة. من غير تعاون مفيش حياة، مفيش مجتمع، مش هيبقى فيه مجتمع. المجتمع بيقوم أساسا على إيه؟ ما إحنا لسه قايلين في الأول خالص على التفاعل، والتفاعل ده هو اللي بيؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى علاقات، والعلاقات تؤدي إلى عمليات اللي هي التعاون الاجتماعي. عشان كده إحنا لسه من شوية نموذج يتسلسل وفقه عدة وقائع وحوادث اجتماعية نتيجة بعضها عن بعض. يبقى إحنا كده عرفنا إن التعاون هو أساس الحياة في الدين الإسلامي. دللنا بآيات من القرآن الكريم، دللنا بأحاديث نبوية شريفة على إن التعاون ده مهم جدا بالنسبة للمجتمع. طب تعالوا بقى يا شباب نشوف يعني إيه تعاون أو تعريف التعاون. بصوا معايا، التعاون الاجتماعي عملية اجتماعية تنطوي على قيام فردين أو أكثر بالعمل معا، وحط تحت معا دي 20 خط لتحقيق غاية مشتركة. يعني إيه يا شباب الكلام دوت؟ يعني في التعاون لازم يشترك مجموعة من الأفراد في العمل، مش واحد لوحده، ويشتركوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض، يبقى في عمل جماعي هنا. يبقى التعاون ما يتمش إلا من خلال إيه يا شباب؟ العمل الجماعي. التعاون لا يتم إلا من خلال العمل الجماعي. طب لو واحد بيشتغل لوحده وعايز يحقق هدف خاص بيه، قال لي لا ده كده ما بقاش تعاون، أمال كده بقى إيه؟ يا إما تنافس يا إما صراع. يبقى خلي بالك معايا من النقطة المهمة دي، ايه الفرق بين التعاون وبين التنافس والصراع؟ قال لي في التعاون لازم يتم عمل من خلال مجموعة أفراد، عمل جماعي يعني، تمام كده، عشان يحققوا هدف عام، خد بالك، يبقى ده تعاون. إنما لما يكون تنافس أو صراع بيبقى واحد ضد واحد، أو ممكن جماعة ضد جماعة، هو بيبقى عمل فردي عشان أحقق هدف خاص بيا، يبقى ده اسمه تنافس او صراع. يبقى في فرق بين التعاون وبين التنافس وبين الصراع. الفرق الجوهري يا شباب عشان ممكن نركز على الجزئيه ديت في الاسئله بعد كده، ان التعاون ما يتمش الا من خلال عمل جماعي، بنشتغل مع بعض. لكن بتنافس او في صراع بيني وبين احد الاشخاص دوت، ممكن يبقى انا لوحدي ضد واحد، تمام كده، او انا لوحدي شغال عشان احقق هدف خاص بيا، يبقى ده اسمه تنافس، أو ممكن يبقى صراع.
هو ده الفرق بين التعاون وبين التنافس والصراع. طيب عرفنا التعاون الاجتماعي وقلنا ان التعاون اساس المجتمع في الدين الاسلامي. تعالوا بقى نشوف الجزئية ديت اللي هي بتتكلم على عوامل التعاون. عوامل التعاون، بصوا يا شباب، التعاون ليه عدة عوامل، ودي ركزوا فيها كويس لان دي هتبقى عليها اسئلة كتير في النظام بتاعنا الجديد دوت. عندي 3 عوامل للتعاون: عامل بيئي، عامل عقائدي وروحي، عامل نفسي. عندي كام عامل للتعاون كده، نركز مع بعض يا شباب، هقولهم كمان مرة: عامل بيئي، عامل عقائدي وروحي، عامل نفسي. تعالوا اول عامل من عوامل التعاون هو العامل البيئي. بصوا خلي بالكم معايا، هديكم مثال وبعد كده اقول يعني ايه. احنا ساكنين في مكان واحد مع بعض كده، في حاجة مشتركة بينا في البيئة عايزين نحققها، هنحققها واحنا شغالين مع بعض. يبقى احنا كده اتعاوننا مع بعض ليه؟ بسبب البيئة اللي احنا عايشين فيها، البيئة الخارجية بتاعتنا، في هدف معين موجود في البيئة اتعاوننا من اجل تحقيقه، يبقى ده اسمه العامل البيئي. احنا في حي معين، الحي دوت اتفقنا يا جماعة ان احنا عايزين نشجر الحي دوت، فاتفقنا ان احنا يوم الجمعة كلنا هنجتمع من الساعة 9 الصبح ونكون مجهزين الحاجة ونبتدي ان احنا نعمل ايه، نعمل عملية تشجير للمكان اللي فيه. يبقى هنا في هدف خارجي في البيئة اللي احنا عايشين فيها اتعاوننا من اجل تحقيق هذا الهدف. يبقى البيئة الخارجية وحدة الاهداف لنا هدف واحد، فابتدينا نتعاون من اجل تحقيق هذا الهدف. هوديك مثال تاني، احنا مجموعة ساكنين في عمارة سكنية، فقلنا يا جماعة احنا لازم نعمل ايه، مجلس ادارة للعمارة ديت عشان يحل المشكلات، ان هو يشوف ايه المطلوب ويعمله وهكذا. فعملنا مجلس ادارة. مجلس الادارة دوت مثلا متكون من 10 افراد، بنجتمع كل اسبوع يوم عشان نشوف ايه هي المشكلات اللي احنا نقدر نحلها، ايه اللي محتاجه العمارة اللي احنا فيها فنبتدي ان احنا نقدر نحلها. يبقى تعاوننا مع بعض ليه؟ عشان احنا ساكنين في عمارة واحدة ومطلوب مننا حاجات مشتركة نعملها، فيبقى البيئة هنا فرضت علينا نوع من التعاون. يبقى ده برضه من عوامل التعاون اللي هو العامل البيئي. اديتك مثالين، اديتك مثال على مجموعة ساكنين في حي وبيشجروه، يبقى ده تعاون. اديتك مثال على مجموعة ساكنة في عمارة معينة عملوا مجلس إدارة للعمارة ديت عشان يبتدي يحل المشكلات بتاعتهم، تمام كده، زي اللي هو ايه اسمه اتحاد ملاك او غيره، ماشي، زي مسميات كتير، بس المهم ان احنا ابتدينا ايه، نتعاون مع بعض عشان نحل المشكلات، نتعاون مع بعض نشوف ايه المطلوب ونعمله. يبقى المهم ان البيئة اللي احنا فيها فرضت علينا نوع من التعاون، يبقى ده اسمه العامل البيئي. البيئة الخارجية وحدة الأهداف، لنا أهداف واحدة، لنا مصالح مشتركة، ابتدينا نتعاون عشان نحقق الأهداف والمصالح دي. يبقى ده يا شباب أول عامل من عوامل التعاون اللي هو العامل البيئي. العامل التاني العامل العقائدي أو الروحي. العامل العقائدي والروحي، إيه بقى العامل العقائدي ده يا شباب؟ قال لي يمكن إيه بقى؟ العقيدة بتاعتنا اللي هي مستمدة من الدين، ما العقيدة دايما يا شباب بتيجي من إيه؟ بتيجي من الدين. العقيدة بتاعتنا بتحثنا على التعاون، يعني بتحث الأفراد إن إحنا هم يتعاونوا مع بعض، وده بتلاقوه واضح وظاهر جليا في إيه بقى؟ في أفراد الأسرة. هو أفراد الأسرة التعاون بتاعهم جاي منين بقى؟ من العقيدة. عقيدتهم بتقول لهم لازم يكون في تعاون بينكم، لازم يبقى في انتماء، لازم يبقى في خوف على بعض، لازم نبتدي يبقى في بينا علاقات كويسة تؤدي إلى تحقيق هدف أو مصلحة. يبقى ده جاي من العقيدة، عشان كده بيسمى إيه؟ عامل عقائدي وروحي. العقيدة بتاعتك، الروح بتاعتك، النفسية بتاعتك مقبولة على التعاون. استمدتها منين؟ استمدتها من الدين بتاعك اللي هو بيحثك على التعاون. لو ما كانش فيه الكلام ده يا شباب ما كنتش تلاقي فيه أسرة فيها نوع من التماسك، فيها نوع من الاستقرار. ليه؟ لأن دايما الاستقرار والتماسك ده جاي من ايه؟ من ايمان الافراد باهميه التعاون، ايمان الافراد باهميه ان هم يبقوا وحده واحده، ايمان الافراد بان هم يبقوا ايه؟ يبقوا هم كتله، ان هم يحافظوا على وجودهم، على بقائهم. كل ده مستمد منين يا شباب؟ قال لي ده كل ده مستمد من العقيده السليمه بتاعت الانسان. يبقى في عامل عقائدي، عامل روحي هنا بيحثنا على التعاون، بيأثر على علاقتنا ببعضنا، وده واضح وبيبقى ظاهر بوضوح فين؟ في الاسره. كلنا نلاحظ كده، هو ايه اللي بيبقى مجبر الاب ان هو يتعب وياخد بالك ويصرف ويشتغل شغله واتنين وتلاته ويصرف على اولاده؟ ما عقيدته كده.
هي لازم ان هو يتعاون مع افراد الاسره. ايه اللي يجبر الام ان هي تفضل تتعب في البيت وان هي تفضل تشتغل وتؤدي طلبات للاولاد وللزوج وكده؟ ما هي دي يا شباب العقيده بقى، هي دي العقيده اللي احنا بنقول عليها. يبقى العامل العقائدي او العامل الروحي من عوامل التعاون الاجتماعي. عندي عامل ثالث اسمه العامل النفسي. العامل النفسي، يبقى انا عندي ثلاث عوامل زي ما قلت، واحد عامل ايه؟ بيئي، اتنين عامل عقائدي وروحي، التالت بقى وهو العامل النفسي. بصوا يا شباب على العامل النفسي دوت. النفس البشرية بتاعتنا احنا بتبقى عايزة تتعاون مع الآخرين. واحد يقول لي ايه؟ فيها صفات أنانية. أقول لك النفس البشرية فيها صفات أنانية، بس برغم إن فيها صفات أنانية فيها حاجة اسمها الغيرية. زي ما عندك الأنانية عندك الغيرية. ايه الغيرية؟ زي ما بتحب نفسك بتحب الآخرين، زي ما بتبقى حريص ان انت تقضي مصالحك بتلاقي في ناس طبيعيين اسوياء، حريص على ان هو يؤدي مصلحة الآخرين زي ما هو حريص على تأدية مصلحته. واحد يقول لي يا مستر ده التعاون ده عملية اجتماعية. اقول لك هو عملية اجتماعية لكن بيستجيب لدوافع نفسية، وده اللي اكده علماء النفس. قال لك رغم ان التعاون عملية اجتماعية، ده علم اجتماع مش علم نفس، لكن هو بيستجيب لإيه؟ دوافع نفسية، دوافع فطرية لدى الفرد. الإنسان بالفطرة كده عامل إيه؟ بيحب يتعاون مع الآخرين. يبقى هنا التعاون ده جه نتيجة إيه؟ الدوافع النفسية اللي عندك، الدوافع الفطرية. كلمة فطرية يا شباب يعني إيه؟ يعني مولود وأنت مزود بيها، هي دي اسمها دوافع فطرية. فالإنسان كده بيبقى مولود وهو عنده دافع فطري للتعاون مع الآخرين. حتى إحنا دايماً كنا إيه؟ الإنسان كائن اجتماعي. ده حتى ده كان تعريف الإنسان قديما. في يقول لك الإنسان حيوان عاقل، الإنسان لا، في برضه تعريف من تعريفات الإنسان، الإنسان كائن اجتماعي. يعني إيه كائن اجتماعي؟ يعني ما يحبش يعيش لوحده، يحب يعيش مع الآخرين. طالما هيعيش مع الآخرين يبقى فيه في تعاون. طب هنا بقى أنا بتكلم على العامل النفسي من عوامل التعاون. فيك صفات الأنانية؟ برضه فيك صفات الغيرية. زي ما بتحب نفسك؟ بحب نفسي، برضه بحب الآخرين. تخلي بالك ده عند الناس الطبيعيين الاسوياء، انما الناس المرضى بقى اللي هو ما بيحبش غير نفسه وبيكره الاخرين، احنا مش بنتكلم على الناس دي يا جماعه، احنا بنتكلم على الناس الاسوياء الطبيعيين اللي هو زي ما بيحب نفسه بيحب الاخرين، زي ما بيحب يقضي مصلحته يحب يقضي مصلحه الاخرين. في ناس كتير كده جدا يا جماعه، يعني حوالينا ناس كتير كده، بس ممكن يكون ما بيظهروش بشكل واضح. دايما انا بعمل حاجه ليا، لو في ايدي او ان انا اقدر اعمل نفس الحاجه ديت لزميلي انا هعملها له معايا. هو ده الطبيعي بتاع الناس يا جماعه، هو ده الخير، تمام، هو ده الفضل. فده موجود في كل الناس، حتى هم علماء النفس يقول لك ايه ده فطريه، يعني مش حاجه انت اتعلمتها، ده حاجه نفسيه، يعني حاجه ايه، حاجه نفسيه وحاجه فطريه، ان انت زي ما عندك الانانيه عندك الغيريه، زي ما تبقى حريص على تأدية مصلحتك انت حريص على تأدية مصلحة الآخرين. يبقى التعاون دوت استجاب لإيه؟ لدوافع نفسية، ودوت العامل التالت من عوامل التعاون. بكده شباب احنا قلنا في ثلاث عوامل للتعاون، ها فاكرينهم ولا لأ؟ نقولهم مع بعض تاني بقى كده. واحد العامل البيئي، تمام مظبوط. اتنين العامل العقائدي والروحي. ثلاثة العامل النفسي. دي اسمها يا شباب عوامل التعاون الاجتماعي. طيب تاني كده، خدنا مقدمة التعاون وقلنا هو أساس الحياة في الدين الإسلامي، خدنا عوامل التعاون اللي هم الثلاثة اللي لسه قايلهم. عندي بقى أهمية التعاون. التعاون مهم أكيد، ده يعني مش محتاجة تفكير. أهمية التعاون، التعاون مهم بالنسبة للفرد، التعاون مهم بالنسبة للجماعة، التعاون مهم بالنسبة للمجتمع. يبقى التعاون مهم لمين؟ للفرد، ليا أنا مهم، للجماعة اللي أنا فيها مهم، للمجتمع كله اللي انا عايش فيه مهم. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي اهميه التعاون بالنسبه للفرد، بالنسبه للجماعه، بالنسبه لمين؟ للمجتمع. ده اللي هيظهر معانا على الشاشه دلوقتي يا شباب. بصوا معايا. بيقول لك زي ما ظهر معاكم كده، تعد عمليه التعاون من العمليات الاجتماعيه الضروريه للفرد والجماعه والمجتمع. تعالوا نبص معانا كده، اول حاجه اهميه التعاون بالنسبه لمين؟ للفرد. بيقول لك ايه؟ الفرد بطبيعته عنده رغبه ان هو ينضم للجماعه، يعني زي ما قلت من شويه ما يحبش يعيش لوحده. ليه بقى؟ يشبع حاجاته، يزيد من شعوره بالامن، يكسبه محبه الاخرين وتقديرهم. نقولها تاني الحته دي. اي انسان يا جماعه بطبيعته عايز يبقى في جماعه، مش عايز يبقى لوحده. في اسره، ليه اصدقاء،
ليه جماعة في العمل، دي كلها اسمها جماعات. بيروح النادي، دي جماعة اجتماعية. كل إنسان يرغب في الانضمام إلى جماعة، مفيش واحد يقول لك أنا عايز أعيش لوحدي، أنا عايز أبقى لوحدي. لا ده يا جماعة، ده بصوا، التفاعل ده أساس الحياة، التعاون أساس الحياة. يبقى مفيش حد يعيش لوحده. ولسه قايلين من شوية، الإنسان كائن إيه؟ اجتماعي. خلاص دي نقطة أساسية إحنا بنوضح من خلالها اللي إحنا بنقوله. فدايما أنت كفرد عايز يبقى ليك جماعة معينة. ليه بقى؟ تشبع حاجاتك. تشبع إيه؟ حاجاتك. حاجاتك بص ما حددناش بقى كل احتياجاتك، حاجاتك النفسية، حاجاتك الاجتماعية، حاجاتك بص كل الجوانب، اشبع حاجاته. اه يبقى انت مش قادر تشبع حاجاتك الا لما تكون منضم الى ايه؟ جماعة. اما يبقى في تعاون بينك وبين الافراد الاخرين، هتخليك تشعر بنوع من الامن. اه تزيد من شعوره بالامن. انت لما بتبقى في جماعة كده وبينك وبينهم علاقات كويسة، يبقى في امن، في طمأنينة، في استقرار، يبقى ايه؟ تزيد من شعوره بالامن، تكسبه محبة الاخرين وتقديرهم. اه في الاسره بيحبوك، زمايلك بيحبوك، لما بتقدم عمل كده جيد او حاجه جديده تلاقي فيه تقدير من اللي حواليك، تاخد بالك، تحس بقيمتك، تحس بذاتك. هو ده هيجي مننا شباب، من خلال انضمامك لايه؟ لجماعه. لو انت عندك موهبه تكتب شعر، لكن الشعر ده ما بتعرضوش لحد، تحس بقيمتك كده وانت عملت حاجه، ولا امتى تشعر بقيمتك؟ لما تيجي تعرض الشعر ده على زمايلك ويقول لك الله ده ممتاز، ده جميل جدا، ده ما شاء الله عليك، ده انت حاجة كويسة جدا في المجال دوت. اه شعرت بالفخر كده، شعرت بتحقيق الذات. مين اللي وصلك الاحساس ده؟ اللي حواليك. تمام. لما انت تعمل حاجة كويسة كده جديدة كده وتلاقي اللي حواليك يثنوا عليك، شعرت بإيه؟ شعرت بالتقدير، صح ولا لا؟ يبقى يكسبوا محبة الآخرين وتقديرهم. طب لو الكلام ده بقى مع نفسك لوحدك، يبقى كل ده مفيش منه راح. يبقى شفتوا ان التعاون مهم ازاي يا شباب؟ مهم بالنسبه لاي فرد. يبقى اي فرد لازم يتعاون مع الاخرين، لان التعاون ده مهم ليه؟ اشبع حاجته، دي واحد. اتنين، خليه يشعر بالامن، اه مطمئن كده وحاسس بهدوء نفسي وسلام نفسي، ويكسبه محبه الاخرين وتقديره. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليك كفرد. طب تعالوا مع بعض بقى نشوف اهميه التعاون بالنسبه لمين؟ للجماعه. اه دي تاني حاجه معايا، هي على الجدول هتظهر معانا. ايه اهميه التعاون بالنسبه للجماعه؟ بصوا معايا، الجماعة لازم يكون بين أفرادها تعاون. ليه يا شباب يكون بين أفرادها تعاون؟ خلي بالك، أول حاجة بتحافظ على وجود الجماعة وبقائها. تاني حاجة بتحقق أهداف الجماعة. يبقى أنا قلت حاجتين، حافظ على وجودها وتحقق أهدافها. تعالوا أنا اديتكم مثال من شوية على الأسرة كجماعة اجتماعية، تعالوا نطبق الكلام دوت على الأسرة. أنا قلت حاجتين يا شباب، اللي هي إيه؟ بتحافظ على وجود الجماعة وبقائها، وتاني حاجة بتحقق أهداف الجماعة. الأسرة لو في تعاون بين أفرادها، إيه اللي هيحصل؟ هتفضل أسرة موجودة ومستمرة ومستقر، كل واحد زي ما قلت من شوية بيأدي دوره، كلهم بيتعاونوا مع بعض، بنساعد بعض، يبقى الأسرة مستمرة ومستقرة وزي الفل. طيب تاني حاجة، إيه هدف الأسرة؟ الأب والأم هدفهم إيه؟ يربوا أولادهم تربية سليمة، يخرجوا مواطن صالح للمجتمع، يفيد المجتمع. الكلام ده هيتم من خلال إيه؟ من خلال التعاون. يبقى التعاون هيساعد على تحقيق أهداف الجماعة. إحنا مجموعة شغالين في مصنع، بنتعاون، الإنتاج بتاعنا بقى جيد وزاد ونافسنا في السوق، وهو ده الهدف، يبقى حققنا هدف الجماعة. يبقى التعاون بالنسبة للجماعة بيحمل حاجتين يا جماعة، واحد استمرار واستقرار، ده للجماعة، هتستمر هتستقر مش هتنتهي، مفيش تعاون خلاص هتتفكك. احنا شغالين في مصنع، مفيش تعاون وفي بينا تنافس وصراع، حصل مشكلات، الانتاج قل انخفض، مفيش دخل، ابتدى العمال مش لاقيين مرتبات، ابتدت الشركة تفلس، ابتدى كل واحد يروح لحاله وباع الاجهزة والادوات ديت خردة. استمرت؟ لا. استقرت؟ لا. ليه؟ عشان مفيش تعاون بين افرادها. يبقى التعاون بين افراد الجماعة بيساعد على استقرارها واستمرارها. وتاني حاجة يا شباب بيعمل ايه؟ بيحقق الاهداف، الهدف اللي من اجله انشئت الجماعة. المصنع هدفه الانتاج، يبقى حققنا الانتاج الجاي اللي احنا عايزينه. الاسرة هدفها ايه؟ ان هي تخرج ابناء صالحين للمجتمع وتعمل تربية وتنشئة اجتماعية صالحة. فعلا التعاون ادى الى ايه؟ ان احنا عملنا تنشئة اجتماعية سليمة للابناء، ابتدينا ان احنا نخرج جيل للمجتمع، جيل يساعد على تحقيق اهداف المجتمع، جيل يساعد على بناء المجتمع. يبقى انا كده حققت الهدف. يبقى شفتوا التعاون مهم بالنسبه للجماعه ازاي يا شباب؟ طيب تعالوا بقى، انا قلت التعاون مهم بالنسبه للفرد، بالنسبه للجماعه،
بالنسبة لمين؟ للمجتمع. تعالوا بقى نشوف تالت حاجة عندي، أهمية التعاون بالنسبة لمين؟ للمجتمع. ده تالت حاجة عندي في الجدول اهيت زي ما هتظهر قدامكم دلوقتي. بالنسبة للتعاون بالنسبة للمجتمع يا شباب، خلوا بالكم معايا، المجتمع التعاون مهم جدا بالنسبة له من ناحية ايه؟ قال لي بيحافظ على استقرار المجتمع وكيانه، وبيحقق أهداف المجتمع، وبيدعم وحدة المجتمع، ويساعد على تطوره وتقدمه. نقولهم تاني دول، بص، للتعاون أهمية كبرى في حياة المجتمع. بيعمل ايه؟ بيحافظ على استقراره وكيانه، وبيحقق أهدافه، وبيدعم وحدته، ويساعد على تطوره وتقدمه. تعالوا بقى ندي أمثلة على الجزئية دي، زي ما أنا على كل جزئية بديكم أمثلة كده. إحنا كمجتمع تلاقي مثلا إيه؟ في تواصل وفي تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، في تعاون بين الإدارات المحلية وبين الأجهزة بتاعة الدولة، كله بيتواصل بيشوف احتياجاتهم إيه. مثلا وزارة التخطيط ايه اللي محتاجاه، وزارة الصناعة خطط في ايه، محتاجة دراسات وابحاث في ايه، وتبتدي يبقى تعاون. احنا عايزين والله في المجال دوت، شغالين في مجال مثلا الاستصلاح، في التوسع في الاراضي الزراعية، في مجال مثلا تصنيع معدن معين، فعايزين بقى ايه يعني الافكار بتاعة البحث العلمي او التخطيط، بحيث ان احنا نشتغل بطريقة علمية سليمة. حصل تعاون بين الوزارة بتاعة التخطيط ووزارة البحث العلمي ووزارة الصناعة، فابتدوا ان هم يعملوا ايه، نجحوا جدا، وابتدوا ان هم يحققوا الهدف ويتفوقوا، بدل ما يشتغل كل واحد في اتجاه لوحده، في الاخر واجهته اخطاء، واجهته مشاكل، حاجات ما كانش عامل حسابها لان مش في مجال تخصصه. لكن اما البحث العلمي يزوده بمعلومات، اما التخطيط يديله خطط معينه، لما وزاره الصناعه تبتدي تاخد كل دوت وتحاول ان هي تستغله في الواقع، عمل ايه؟ تعاون بين الوزارات. ده مجتمع، انا بتكلم على مجتمع. ايه اللي هيحصل؟ المجتمع هيعمل ايه؟ حقق اهدافه، استقراره، كيانه، خد بالكوا، تقدمه، بسبب ايه؟ التعاون. افراد المجتمع متعاونين بعض، مفيش صراعات. احنا بنبص على المجتمعات يا شباب اللي فيها صراعات داخليه، هل المجتمعات دي مستقره؟ ابدا. هل المجتمعات دي بتحقق اهدافها؟ هل المجتمعات دي بتحافظ على كيانها؟ مش ممكن. في صراعات بين افراد المجتمع، طوائف، جماعات، خد بالكوا، افراد، في صراع. المجتمع ما فيهوش اي تعاون، عندنا الامثله كتير حوالينا. لكن لو المجتمع كله فيه تعاون بين افراده، هيبقى فيه محافظه على كيان المجتمع. المجتمع هيبقى وحده واحده، هيبقى كتله واحده، مش هيتفكك، مش هيبقى فيه صراعات داخليه. ليه؟ لان كله فيه تعاون. فالتعاون مهم جدا بالنسبه للمجتمع، يساعد على تحقيق المجتمع اهدافه وبقائه واستمراره وكيانه ووحدته. كل ده بيجي من خلال ايه؟ التعاون بين افراد المجتمع. يبقى معنى كده يا شباب ان التعاون مهم جدا، سواء للفرد، سواء للجماعه، سواء لمين؟ للمجتمع. ده كان بالنسبه للتعاون الاجتماعي واهميه التعاون الاجتماعي. خدنا بالنا كده يا شباب احنا قلنا ايه النهارده؟ احنا قلنا العمليات الاجتماعيه تعريفها، وقلنا المقدمه بتاعتها، وقلنا اول عمليه اجتماعيه اللي هي التعاون، ودللنا من القران ومن السنه على ان التعاون اساس الحياه. وبعد كده قلنا ايه هي عوامل التعاون؟ قلنا ثلاث عوامل، عامل بيئي، عامل عقيدي، وروحي، وعامل نفسي. وبعد كده قلنا اهميه التعاون بالنسبه للفرد وبالنسبه للجماعه وبالنسبه لمين؟ للمجتمع. ده يا شباب كانت اول عمليه اجتماعيه معانا. عندي عمليه تانيه من العمليات الاجتماعيه اسمها التكيف الاجتماعي. العمليه التانيه يا شباب هي الايه؟ التكيف الاجتماعي. بصوا معايا، يعني ايه تكيف يا شباب؟ قال لي التكيف ده هو عباره عن ايه؟ عمليه اجتماعيه بتهدف الى التوفيق بين الافراد والجماعات، بوفق بين الافراد وبين الجماعات، بحيث يتفهم كل طرف افكار ومشاعر الطرف الاخر. يحدث ايه او يحصل ايه؟ طب لو فهمت التاني والتاني فهمني. قال لي هيحدث بينهما تقارب. طب لما حصل تقارب، قال لي يؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة، الهدف. تاني، تكيف اجتماعي، عملية اجتماعية هدفها ايه؟ اعمل عملية توفيق، اوفق بين مين؟ بين الافراد بعضهم وبعض، بين الجماعات بعضهم وبعض. طب ايه اللي هيحصل؟ انا هفهمكم وانتوا هتفهموني. يبقى يتفهم كل طرف افكار مشاعر الطرف الاخر. انا فهمتك وانت فهمتني، المسافات البعيده اللي بيننا هتقرب. لما يبقى في تفاهم بين الافراد، بيحصل بينهم نوع من التقارب. التقارب دوت، حصل تقارب،
هنحقق الهدف، هنحقق المصلحة المشتركة. يبقى ده مفهوم التكيف. يبقى التكيف تربية عملية اجتماعية تهدف إلى التوفيق بين الأفراد والجماعات، بحيث يتفهم كل طرف أفكار ومشاعر الطرف الآخر. ده يؤدي إلى حدوث تقارب، والتقارب ده يؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة. طيب تعالوا بقى يا شباب نوضح التعريف ده من خلال الأمثلة اللي احنا هنقول اللي اسمها إيه؟ أهمية التكيف ووظيفته. التكيف مهم، ليه وظيفة. إيه أهمية التكيف الاجتماعي؟ ليه لازم يحصل بين الأفراد تكيف؟ ليه لازم يبقى في تقارب بينهم؟ قال لي خلي بالك، التكيف ده ليه وظيفتين أو أهميتين. إيه هما؟ أول حاجة بيقول لي بيطبع الفرد بالبيئة الاجتماعية اللي هو عايش فيها. عارف يعني إيه كلمة تطبيع؟ يعني تبقى شبههم. تتطبع يعني تبقى شبههم. فالتكيف بيخليك تبقى شبه البيئة اللي أنت عايش فيها، مفيش فرق بينك وبينهم. تطبيع، تطبيع الفرد بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. ده إحنا عندنا مثل يا شباب، خدوا بالكم المثل ده يقول لك إيه؟ من عشر الأم 40 يوم صار منهم وصاروا منه. يعني ايه؟ يعني اتكيف معاهم، بقى شبههم خلاص كده. انت عشت مع الناس ديت فتره معينه، خلاص بقى فهمتهم وفهموك، بقيت عارف ايه هي مثلا ثقافتهم، وبقيت انت هم عارفين ثقافتك، فبقيتوا قريبين، فبقيت شبههم وهم بقوا شبهك. شفتوا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ تكيف اجتماعي، اتكيفت مع البيئه. خدوا بقى بالكم الحته اللي جايه دي. تظهر اهميه التكيف لما يجي انسان ينتقل من بيئه الى بيئه مختلفه، في ثقافة مختلفة عن الثقافة اللي هو نشأ عليها وتعود عليها ومتأصلة في تركيبه الداخلي النفسي. أنا نشأت من صغري على ثقافة معينة، والثقافة ديت موجودة معايا من أول ما نشأت، متأصلة في تركيبي. رحت بيئة تانية لقيت ثقافة مختلفة، من جوايا برفض الثقافة الجديدة، ده أنا عندي إيه؟ عندي ثقافة متأصلة، عندي عادات وتقاليد وكلام من ده، ما ينفع، مش عارف أعمل فيها إيه؟ ده الجديد ده مختلف عني، أعمل إيه طيب؟ يبقى هنا إيه؟ لازم يحصل بقى هنا التكيف. ليه؟ ما انا بقول اهو، في فرد انتقل من بيئه لبيئه، اختلاف، اختلاف في حاجات كتير، اختلاف في الثقافه، في العادات، في التقاليد، في اساليب الانتاج، في كل، في حاجات كتير جدا. لو ما حصلش هنا تكيف يا شباب، مش هقدر ان انا اتاقلم مع الوضع الجديد دوت، وهفشل في المكان اللي انا روحته جديد. فايه اللي بيحصل هنا؟ نيجي بقى نرجع لمفهوم التكيف، افهمهم وافهم ثقافتهم ويفهموني ويفهموا ثقافتي. لو انا فهمتهم وهم فهموني، هيحصل اللي احنا قلنا عليه من شويه في التعريف اللي هو التقارب. حصل بينا تقارب بسبب ايه؟ التكيف، اللي هو كل واحد فهم افكار ومشاعر الطرف الاخر، فاقدر احقق الهدف. اديكم مثال. يعني دلوقتي يا شباب اديتك مثال على واحد انتقل من بيئه لبيئه. انا مثلا شغال في مدرسه معينه. طيب. جالي نقل لمدرسه تانيه. فروحت مدرسة مختلفة، فلقيت في اختلاف، اختلاف في النظم، النظم الإدارية، اختلاف في العلاقات اللي بين الأفراد نفسهم، اختلاف في الإدارة. أنا مش متعود على النظام ده يا جماعة، أنا متعود على نظم معينة، وده أنا بقالي 20 سنة في المدرسة ديت ماشي على النظم ديت. قدامك حلين، يا إما تتعود وتتكيف مع النظام الجديد، خد بالك، يا اما هتفشل ومش هتقدر تستمر في المدرسه ديت. يبقى لازم هنا تيجي دور ايه بقى؟ دور التكيف، ان انت تفهم النظم اللي هم ماشيين عليها الاداريه، العلاقات اللي بينهم اللي هم عاملينها، لازم ان انت تقدر تتاقلم معاهم، وفي نفس الوقت برضه هم لازم اسلوبك وطريقتك اللي انت اتعودت عليها 20 سنه عشان تقدر تستمر، عشان تقدر ان انت تتاقلم مع الوضع الجديد. لان انت عندك ايه دلوقتي؟ عندك رفض داخلي للاوضاع الجديده ديت، لان انت متاصل فيك اوضاع معينه قعدت عليها سنين او فترات طويله، فصعب ان انت تتكيف. لا مش صعب بقى، يعني انت الاول في مواجهه، لكن بعد كده بتحاول مع الوقت ان انت تفهمهم ويفهموك، وتقدر ان انت يحصل التكيف الاجتماعي. دي نلاحظها اكتر يا شباب في ايه بقى؟ لما نلاقي مثلا شاب من الشباب خلص دراسته وخلص جامعته وقال لك انا ايه، هسافر دوله من الدول الاوروبيه، دول اجنبيه عموما وخلاص مش شرط اوروبيه. فايه اللي حصل؟ اول سافر هناك في اختلاف في كل حاجه، طبعا مجتمعات اسلاميه شرقيه لها عادات ولها تقاليد ولها طباع، وتربى على ثقافه معينه وتربى على اسلوب معين وكلام من ده، فراح لقى حاجات مختلفه.
لازم هنا بقى يحصل ايه يا شباب؟ لازم يحصل التكيف دوت، لانه ما حصلش التكيف دوت هيفشل ومش هيحقق الهدف اللي هو من اجله مسافر. فايه اللي بيحصل؟ هو بيفهم ثقافتهم، هم بيفهموا ثقافته، فيحصل بينهم التقارب، يقدر ان هو يعيش معاهم ويحقق الهدف. يبقى عمل ايه بقى؟ دي اسمها ايه بقى؟ بيسموها عندنا في علم الاجتماع ايه؟ قلل الصراع الداخلي اللي هو بين الثقافه الجديده والثقافه القديمه. في صراع داخلي، اه انا بالتكيف دوت هعمل ايه؟ هقلل الصراع الداخلي دوت عشان خاطر اقدر استمر في المجتمع اللي انا عشت فيه الجديد ده. شباب بالنسبه للعمليه الاجتماعيه رقم 2 اللي هي التكيف الاجتماعي. يمكن كنت قلت لكم في الحلقات اللي فاتت ان انا بعمل لكم كل حلقه مجموعه اسئله بالشكل الجديد عشان ندرب نفسنا على الاسئله بالشكل الجديد. في الحلقه اللي فاتت ما لحقناش نكمل الاسئله، هقول النهارده مجموعه اسئله على التفاعل، على العلاقات، على العمليات الاجتماعيه. فهنقول الاسئله ديت بسرعه شباب في الوقت، ونحاول ان احنا ايه نحلها مع بعض، احلها سريعا. وبرضه انا كان عندي اقتراح ان انا ممكن اطرح عليكم الاسئله في الحلقه وانتوا تحلوها، وبعد كده تبعتوا لي الاجابات واشوف هل انتوا فاهمين ولا مش فاهمين. طيب بصوا معايا يا شباب، السؤال الاول بيقول ايه؟ ان الحياه التي نحياها الان هي حياه الاخذ والعطاء لا غنى عنها. اه العباره تشيل ايه يا شباب؟ يمكن انا برضه حلت لكم بعض الاسئله عشان ما اغلبكوش شويه. علاقات ولا تفاعل ولا تعاون ولا صراع؟ انا عايزكم تركزوا اكتر في الجزئيه اللي فوق. هو الاسئله دي يا شباب بتعتمد على حاجتين، انت لازم تقرا الجزئيه اللي فوق دي بطريقه صحيحه، ولازم تفهمها، تقراها صح وتفهمها عشان تقدر ايه تحل. لان زي ما قلنا الاسئله مش في الكتاب، ولكن هي دي بتعتبر عبارات او مواقف او امثله او بيوت شعر جايه من بره، فتفهم معناها عشان تقدر تطبقها. الحياه اللي احنا نحياها الان حياه اخذ وعطاء لا غنى عنها، تشيل عباره الى التفاعل طبعا، لازم مفيش حد يقدر يعيش لوحده، يبقى ده تفاعل. بصوا معايا كده، ان المواقف والمناسبات التي نعيشها لها دور هام في تحديد ملامح الحياه الاجتماعيه وتحديد انشطتهم. تشيل المقوله الى علاقات ولا تفاعل ولا تعاون ولا صراع. هقول لكم السؤال تاني، المواقف والمناسبات التي نعيشها لها دور في تحديد ملامح الحياه الاجتماعيه وتحديد انشطتها، علاقات ولا تفاعل ولا تعاون ولا صراع؟ السلوك المتبادل من الافراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفه. ها ده كان تعريف ايه يا شباب؟ السلوك المتبادل بين الافراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفه، ده تعريف اللي هي العلاقات الاجتماعيه. ماشي، يبقى الاجابه بتاعتنا العلاقات. طيب السؤال اللي بعد كده، يقول المثل الشعبي لكل فعل رد فعل وكما تدين تدان. ها تشير الى ايه؟ علاقات، تفاعل، تعاون، صراع. تعالوا كده نعرف التفاعل. ها سلوك متبادل من التفاعل هو عبارة عن فعل يصدر عن شخص معين يعقب رد فعل من شخص آخر، يبقى هنا في ايه؟ لكل فعل رد فعل، يبقى ده تفاعل اجتماعي. شفتوا انا بفكر معاكم بصوت عالي عشان تعرفوا انا بحل ازاي، يعني انا الاول بقرأ العبارة واشوفها تنطبق على ايه، وبعد كده احدد. عرفتوا انا بحل ازاي يا شباب؟ يعني يمكن ده اسلوب. في اسلوب تاني برضو للحل، ممكن وانت بتحل بتعمل ايه؟ لو انت مثلا الاجابات يعني تلاقيها متداخلة معاك شوية، اعتمد على طريقه اسمها الاستبعاد. ايه الاستبعاد؟ هبتدي استبعد الاجابات اللي هي مش محتمله، اللي بعيده شويه، هستبعد اجابتين. يبقى انا مثلا بقى عندي ايه؟ بقى عندي اجابتين انا محتار فيهم، فابتدي ان انا اركز اكتر هوصل الاجابه. يبقى دي برضو طريقه تانية في الحل، اسمها طريقه الايه؟ طريقه الاستبعاد. بس مش طريقه الاستبعاد اللي هي بتاعت بيكون في المنهج بتاع بيكون، لا، دي طريقه تانية عشان ان انا احل بيها الاسئله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، يعد من أكثر المفاهيم انتشارا في علم الاجتماع وعلم النفس على السواء، وهو الأساس في دراسة علم النفس الاجتماعي الذي يتناول دراسة كيفية انعكاس تصرفات الأفراد مع بعضهم البعض في البيئة، هو الأساس في قيام العديد من نظريات الشخصية ونظرية التعلم ونظرية العلاج النفسي. يشير دوت إلى علاقات، تفاعل، ظاهرة، عمليات. أنا بقرأ بسرعة شوية معلش عشان الوقت، عشان هديكم أكبر قدر من الأسئلة. ها تاني إيه يا شباب بقى؟ من أكثر المفاهيم انتشارا في علم الاجتماع وعلم النفس، هو الأساس في دراسة علم النفس والاجتماع، اللي هو يا شباب اللي هو التفاعل الاجتماعي. التفاعل الاجتماعي. طيب يقول كارل ماركس، ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم مع بعضهم البعض. ليس وعي الناس هو الذي يحدد الوجود، أمال إيه؟ قال أمال الذي يحدد الوجود الاجتماعي هو اللي بيحدد وعي الناس. علاقات، تفاعل، ظاهرة، عمليات. طب نشتغل بطريقة الاستبعاد، هنستبعد الظاهرة نستبعد العمليات. يبقى أنا عندي علاقات وتفاعل، إيه الأقرب للجزئية دي يا شباب؟ علاقات اجتماعية ولا تفاعل اجتماعي؟ ها علاقات اجتماعية.
طيب ماشي، اللي بعد كده: من الضروري أن ينسج الإنسان شبكة من الاتصالات الاجتماعية تحميه من السقوط في بئر الوحدة والعزلة. شبكة من العلاقات الاجتماعية والاتصالات الاجتماعية، شبكة من الاتصالات الاجتماعية تبقى علاقات ولا تفاعل ولا ظاهرة ولا عمليات؟ نستبعد ظاهرة وعمليات، يبقى بقى عندي إيه؟ علاقات وتفاعل، يبقى دي علاقات. شبكة من الاتصالات علاقات، ليه علاقة بفلان وليه علاقة بعلان، يبقى دي اسمها إيه؟ علاقات اجتماعية، دي اسمها شبكة من الاتصالات الاجتماعية. استفد من جميع الناس، الكبير والصغير، العالم والجاهل، ولا تحتقر رأي أحد مهما كان، فقد يكون لديه من تربية دينية سلوكية سليمة مع الغير يفوق تصورك. أهمية العلاقات من الجانب النفسي ولا الديني ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي؟ استفد من جميع الناس، الكبير والصغير، العالم والجاهل، ولا تحتقر رأي أحد مهما كان، فقد يكون لديه من تربية دينية سلوكية سليمة مع الغير يفوق تصورك. يبقى دوت أهمية العلاقات الاجتماعية من الجانب الاجتماعي. تساعد العلاقات الاجتماعية في خفض التوتر من خلال السعادة والاسترخاء الموجودين في صداقات وثيقة. وهذا مثل أهمية العلاقات من الجانب اجتماعي أخلاقي نفسي عقلي. يا شباب، اللي هو النفسي طبعا، طالما في ايه؟ في سعادة واسترخاء، يبقى دي ناحية نفسية. طيب اللي بعد كده: تعد السلوكيات الإيجابية هي ما تجعل الآخرين يشعرون بالراحة في علاقاتهم، معنى كوننا نتصرف معهم بتهذيب. هذا يعكس أحد جوانب العلاقات الاجتماعية. تعد السلوكيات الإيجابية هي ما تجعل الآخرين يشعرون بالراحة في علاقاتهم، معنى لو نتصرف معهم بتعذيب. راحة يعكس أحد الجوانب. يا شباب، السلوكيات الإيجابية ما تجعل الآخرين، الجانب الاجتماعي ولا النفسي ولا الأخلاقي؟ تهذيب، احترام الفرد واحترام القيم الاجتماعية والأخلاقية. يبقى من الجانب إيه يا شباب؟ أهمية العلاقات من الجانب الإيه؟ من الجانب الأخلاقي. عندما قابلني شخص وسألني عن عنوان مقر شركة معينة وقمت بالإجابة على تساؤل يعد هذا دوت تفاعل ولا علاقات ولا عمليات ولا ظاهرة؟ تفاعل ولا علاقات ولا عمليات ظاهرة؟ ده تفاعل اجتماعي. عندما قابلني شخص وسألني عنوان مقر شركة معينة وقمت بالإجابة على السؤالات، ودي نفس العبارة بتاعت المرة اللي فاتت بس الاختيارات مختلفة، فهذا يعد نوع من التفاعل، دائم ولا بناء ولا عرضي ولا جماعي؟ واحد قابلك وسألك عن عنوان مقر شركة وجاوبت عليه وخد بعضه ومشي خلاص، يبقى ده تفاعل ايه؟ دائم؟ اكيد مش دائم طبعا. بناء؟ ما لا، مفهوش تعاون. عرضي؟ هو ده العرضي، تمام، عرضي لان حصل موقف ومشي. طيب تمام. وسيلة اتصال بين أفراد المجموعة، فمن غير المعقول أن يتبادل أفراد المجموعة الأفكار من غير ما يحدث تفاعل اجتماعي بين أعضائها. طيب ده يشير إلى مفهوم التكيف ولا التفاعل ولا الصراع ولا التنافس؟ اتصال بين أفراد المجموعة، يبقى ده تفاعل اجتماعي يا شباب، تفاعل اجتماعي. أنا حاسس إن أنا كده أما بجاوب لكم كده بسرعة أنتوا بتلحقوش تفكروا. طيب أنا هسيب لكم الأسئلة اللي باقية ديت أنتوا اللي تجاوبوها، والمرة الجاية إن شاء الله تبقوا تتصلوا وتقولوا لي الإجابات في الحلقة الجاية إن شاء الله. تعد نموذج للتفاعل الاجتماعي المتبادل بين شخصين او اكثر، يمثل هذا النموذج ابسط وحده من وحدات التحليل الفسيولوجي. ده تفاعل ولا علاقات ولا عمليات ولا تعاون؟ هقول السؤال مره تانية عشان تحاولوا تكتبوه لو بتكتبوه. تعد نموذج للتفاعل الاجتماعي المتبادل بين شخصين او اكثر، يمثل هذا النموذج ابسط وحده من وحدات التحليل الفسيولوجي. تفاعل ولا علاقات ولا عمليات ولا تعاون؟ السؤال اللي بعده هو تاثير متبادل بين سلوك الافراد والجماعات من خلال عمليه الاتصال. تأثير متبادل، يبقى ده تفاعل ولا علاقات ولا عمليات ولا تكيف؟ لازم تفهم كل لفظ في التعريف عشان تقدر تقول دوت ايه بالظبط، لازم كل لفظ في التعريف تقراه وتفهمه. طيب السؤال اللي بعده: تقوم بعض الأسر أثناء عملية التربية بالحماية الزايدة لأبنائهم، وهذا يجعل الشخص بعد ذلك لا يستطيع تحمل المسؤولية. يعبر هذا عن إحدى أهمية، خد بالك، التفاعل ولا علاقات ولا عمليات ولا التكيف. أهمية، خلي بالك دي من أهمية ايه؟ تفاعل، علاقات، عمليات، تكيف. لازم تعرف اهميه كل واحد. انا هحل لكم السؤال ده يا شباب عشان السؤال ده صعب شويه. دي اهميه التفاعل اللي هي ايه بقى؟ خد بالكم، لو يؤثر على شخصيه الفرد في مختلف مراحل حياته. تفاعل لا يتزم وفق مجموعه القوانين ويؤثر على شخصيه الفرد في مختلف مواقف حياته، يبقى ده اهميه التفاعل الاجتماعي. احيانا يلعب فريق كره القدم بروح قتاليه واحده حتى يحقق الفوز، دي حالة بوضح لك وانا بقرأ. واحيانا اخرى نجد كل لاعب يحاول اثبات مهارات خاصة حتى يحقق مكاسب شخصية، يجي له عقد احتراف، كلام من ده. يعد هذا احد انواع التفاعل، مباشر وغير مباشر، بناء وهدام، فردي او جماعي، دائم ومؤقت. يا شباب، احيانا لعب الفريق بروح قتالية واحدة
يحقق الفوز، يبقى ده تفاعل ايه؟ ها، بناء. احيانا اخرى نجد كل لاعب يحاول اثبات مهارات خاصه حتى حق مكاسب شخصيه، يبقى ده تفاعل ايه؟ هدام. يبقى رقم ب اللي هو بناء وهدام. مش حلت لكم السؤال ده برضو؟ طيب تعال نشوف في سؤال اخر. هو محاولة منظمة من جانب بعض الأفراد للوصول لهدف مشترك، وهي عملية تجميع واتخاذ وبناء وتدعيم. محاولة منظمة من جانب بعض الأفراد إلى الوصول لهدف مشترك، وهي عملية تجميع. الإجابة قدامكم اهوت حتى واضحة، اللي هو التعاون الاجتماعي. طيب بكده شباب نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة. اللي يهمني بس ان انتوا تتعودوا على نظام الاسئله الجديد، هو ما فيهوش اي مشكله شباب. انت لو فهمت الماده العلميه احنا بنحلل لكم تحليل دقيق وبنديكم اكتر مثال، مش هتلاقي ان شاء الله في اي مشكله في الاسئله بتاعتك، بس افهم السؤال بيبقى اقراه صح وافهم معناه. في نهايه الحلقه بشكركم على حسن المتابعه، واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق ليكم في كل مراحل حياتكم. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.